أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيارت قيمها إيقاياها لو ملك استاد الديد أدكت جوكتان وحان الله هاي مالين وناكسن أنه قربان كجرنا وحان الله هاي قرب وناكسن. الحمد لله رب العالمين. إلهي بما تبصق ناطي نمعي برواقا كجرنا إلهي النوسة إدسو إلهي نباتة كربادة يدبك الله لك دول قادو إلهي سبحان كبرينا الصومالي ملك السيد جوكتو من نماء يوناك يشرف يقروح يقب عيان إلهي كبرينا إلو نسيو من نماء يشرف كان يقيمه يعني لهين إيو دن نماء يعني لهين وحان إلهي كبرينا إلو نسو علسو يسيري الصومالي ويقين وناك جيدي شرفته إذا قيمه إذا دن نماء إذا قرشة إذا وذا جرك إذا وناك جيدي إيه قيمه أدونك عن كلهن إيه شرفك على الله نفسه عرشه وأكو سلامة ولك محدين سوريا هذا كو سلامة أبو الحمد لله رب العالمين وحكم دي هاي ودنين الصومالي يددك دلك أسوة هالقمي سلاكيشي عيدا كعركة الصومالية وطارق الصومالية بال دهبة كجرته نشو دي واي نشو عيدا كان مركز توحوية وودنين مركا وأكو سلامة محدين هذيك يا دمان يا قرابة يا الكبال كستاد جوكتان أنت أسكدب وحان ربي ما أنت إنن صغرو لايف لايف كاسو لايف آت ودير أو سيدا أن ربو مد لوكا سارة يا حق يا بادلكا مد لوكا الماما يو ولكن دعي إيو ما أنت ماشي أن جوجنو مد أن أقو أغلى عليها يو أو أن أت الماما يو طريقة توصل إيه وناجع دكي أرو أن كذا شيء ماشي هوية هو ما أنت مغوص له وسو كرتري دع يدلك يا بابك كلية أي أغلى جود يا كرشود يا أقونتو أي تاي يا موحان ربا ما أنت إنن هالكان كره هالله أو أن حسوسية وحياة بطن أو جري إنن سوء حسوسية وعن ربا إنن برو وعن قتل مامو وحا أيتها الدولة اللي مدى إيو متقى المحوها إلى رنتا شرفتا ضد نمو إيو قيمها قفك الصومالي قوليها موالدك الصومالي إيو إن إلى شو قبك إيو شرفتا ومدى الصومالية انت اسكدب ايد القاتل وحن جوجا وياد البهري ورنتي ادي اد اكرل حلق الروب كان سوينا بركا ديال ارتان بيبا انا عباي وبيها هل كان قفكي ان بيبا عبد جين هل كان بيما ذو ودلدل بيه كتاسل وقال بسم الله الرحمن الرحيم وحن كبل لا بينا دلك الصومالية سدوا هانجر حلق دولتي شرفتي هي قيمي عن الهين وأوح قفل باب مواد الصومالية ذا أو البحة وأوجي هاي لو يدي مايو لو الشيء مايو ولا شرح مينه كوا مجالك متى قصة يا عيوب بعديها كيمت aan igu gal jiray iska soo galay xamar u tilmaameynaa waxaan u tilmaameynaa dadka Soomaaliyeed oo wax garadka ah ku soo barbaaray dowladnimada iyo waxa ay dowladnimada ay tahay soo arkay horumarkii la gaaray sharafta iyo qiimaha adduunka aan ku lahayn maanta oo la joogo dadka qaarkood ayaga laftirkooda carabkooda waxaa soo dafay marka qaarkood وقتي نبدا هذا المغاش هو وقتي محمد سعد بر ودلك وجوغي اي دولدي اي كتلهيس ايا لو يقانا حلقي نبدا
أي الصومال أتقان حلقي محمد سدر الله ونحرسته ودلك مدحونها كأها قفل بص الصومال الحي كل هذا هاي حلقي النبضة حلقي متقان الدولد أجت وقت النبضة مركا أنت أصاب وتكو فلان أمان إلا شاك شاك ما أنت إني دلك الصومال إجرتين برسماتك حلقي النبضة مركا اللي يقول لي وحلقي محمد سدر مركا دولداس إني في عناد وإني قيمة بضناد وإني مقع يشرف إني قب الديوذة إني كل هاد كوة ما أنت جوغا قراية ما أنت ورنها برسماتك يحلق إن لمدة هدي محمد سدبر وحوية هاي دولدوس أي حمد محال لولي أرت حلق إن لمدة لولي هاي محاس لولي حلق برسماتك محال لولي هاي تاسوحان كقران كرنا إن دولداس أو قيمة بضناد أو شرف لهاد أو دل كرات نستي واحد والباهر مرة جارسيسي إن أي كسر دولين كوا ما أنت دلك الجوجة دلك عند كوها يا حلي جالس باللغد وذي إلا هدنا باللغد كنت هاجر إلا هد وقت الحاضر كان أنا دل الجوجة هد أنا قربت أنا إذا هلا يو وحاس عط لعي يا بابك يقولك محمد سعد بر وكتري حرمه الدولة ده أيا إلا يا مانت الفقرية إنتاس ووركيو كوبر حسن الشيخ محمود وحنقصر بالله من الدور الشيدي سبيحي الدعوذينا هو رأوصر شاكين لكن هدا وحيابها التاقن أيان كب بالله من السي أن أسمين إسبر بردك أسمين حسن الشيخ لابد يكون إيو سدح يتوانك لابد يكون إيو لابد يتوانك أيا لحيو دولة دورتي مركي للدورتي وحود دقي ملحتوهيدة قرنكا فيلا صوماليا ودقي فيلا صوماليا وحا وحير قد يعتلى كسميه الله أون حريستي عبد الله يوسف مركي وملحوينها نقضي أيو قيبير يرف أيو حقوسميه قد يعتر سيدا حفيسك ملحوينها إيو حارونتي قريه واويرايو قد دي حساب حلم لأيو حانت دولك قد اي دقرايين ملاحتو ايدا ايو كد يعتري من هال دبق او هوسي ايو كد يعتري هالكاسو دولدي وسيريوس اي كل شقين جرين قريه سوحي من افر دبقي اهايين لكن موضع نبيسترين عبد الله يوسف قيبتي حفيسي ملحوينها يدقان كي ملحوينها ايو حو دي يعتري حالونتي متقانا عن تلو الهجودة قرنكا إيد القرائين من أحتيه كل أحتيه لي تازو وزارده الدولدي عبد الله يوسف بدن كود يكون شقين هايين انت كان لو يكون شقين هايين قرقي ولو ذي قان اها كيني ايرويس اما قرقي جرد حسين ايا وحي ايضا لدجي وزارده قار كود الكاسر لدجي حاسر الشيق مركلة دورتي قرقي سلاس اها أيوه هرت الأحجار إنما هلا كاتة بلوكيتي هي هل سمين ذا مؤسس سمين مؤسس صار وحاجرته أدي عنك أو صوب اللي تقن دراس إن لو رجيو دربي جمل عطوين ما دام أو قابلنا إن كر رود لجو أو لقدره هل متر أو فيرة هل قدره تاسنا واحد بعسي أي أد يو إن دي بي أو يو إن كوستكتا أيانا تاس مشروع عس بعسي عسقو وح شقاء وح صغرى كملهن قلوا الدقراء حفي سيدي سيدي عبد الله يوسف أم بي هاين قيبها إن كلا إسكال أفضي أعتر لغو سمية وحا لغا فرطين مقايضو إيو ميالا شاها لغو كرشو إيو ميالا لغا عمتايو أيام من أحتيدي لحيدي لغا فرطين إنتاس وحا سيد يارد انت اصبح سيدرت لما كي تكريغا هاي ودالك قعنت كو هاي او هرية قبر او هرية ايا الدولة داسو قعنت كو هاي وحو فريسنجري قبر شركة قولها وسيرة ايو لح فريسنجري وحو لح فريسنجري شركة قولها بارلمانك ايو لح فريسنجري وحو لح دقنا استيت هاوس كده حديثة حارونتي من احتويدة قارنك الصومال ايو لحد قرام وحو الباب كي
laga galayaa madaxweynaha ayuu fadhiyaa oo wixii uu galaya iyo waxa ka soo baxayana uu ogaa. Iska dhaaf wax kale eh. Hadalka aan idin leeyahay kutulikuteen iyo waa la yidhi iyo hebloba soo sheega ma ahane wixii anigu aan goobjoog u ahay state housekaas aan tegi jirtay annagoo dokumentiyo wadana oo wasaaradda maaliyadda iyo qandaraasyo u soconna ayaan tegi jirnay annaga indhaha ku saari jirtay gabre wuxuu madaxtooyuhu ka dhex qaban jiray iyo waxa uu ka ahaa. Waxaan ogsoon tihiin waraysi ay bixisay gabadhii wasiirka arrimaha dibadda ahayd wasiirad aamino hadda ka hor youtubekaad kaleysaan waxay tidhi waxaan dhibaato ku qabnay markii golaha wasiiradu ay shiraayaan sidii aan ka yeeli lahayn ninkan dhex fadhiya oo aana bax la dhihi karin gabre. Waxaan dhibaato ku qabnay tidhi qolalka aan ku shirayno haddaan ka dhuumana xataa waxay tidhi waxaa ugu xirnaa tii qalab ayaa ugu xirnaa lagu dhegaysto hadalkeena lagu dhegaysto maadaama ay itoobiyaanku madaxtooyada iriddeeda ay degenaayeen sirdoonkoodu safaaraddu ay degeneed ayay meel kasta waxay ku xirteen qalab ku xirteen oo ay mataqaana kaga dhegaystaan shirka golaha wasiirada baarlamaanka madaxtooyada dhexdeeda lagu dhegaysto. Arrintaasna waxaa qiraysa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya Marwo Aamino Xaaji Aadan ayaa qiraysa arrintaas iyada ah oo youtubeda dhex taalla iyadoo la wareysanayo. Marka waxaan gaaray tiri marka dambe inaan guryo gaara iyo hoteello gaara inaan isugu tagno oo aan xogta ku kala qaadano maadaama xarumihii aan ku shirayney kulligood marna uu gabraho dhex fadhiyo oo dhex joogo marna aan ka baqayno in qalab loogu xiran yahay oo warkeenna uu bannaanka u baxayo iyo wax walba dowladdu iyo sirta cilada ay baxayso. Taasina waxay ka mid ahayd nidaamka dowlad xumida ah iyo aqoon la'aanta ah dadka talada haya ee markaas talada dalka qabta ee khaasatan ka soo jeeda beesha hawiye. Asagu marka Cabdi Sheekh qalabkaas ku xiran iyo gabraha dhex fadhiyo iyo wasiirada shiraayo gabra u dhex fadhiyo iyo baarlamaanka shiraayo gabra dhex fadhiyo iyo asaga markuu baxay wafdi u baxay waa raaci jiray gabra. Waxaad ogsoon tihiin shirkii lagu qabtay Turkiga walaalaheen waqooyi galbeed iyo dowladda Soomaali ay ku shiraayeen waxaad ogsoon tihiin inuu asagu dhex fadhiyo. Waa shir Soomaali leedahay inuu gabra dhex fadhiyo dokumentiga iyo warqadaha iyo hebelow sand iyo hebelow waxaan qor inuu lahaa sawirada waa arkaysaan la soo diray asagoo madaxweynaha la fadhiya asagoo la fadhiya ninkii wasiirka waxbarashada ah Faarax Toobas la fadhiya waxaasoo idil oo faragelintaas ku socota dowladda Soomaaliyeed aysan jirin xilligaas Xasan Sheekh in uusan yaa iska dhihin waayo waxay u taabad dabeecaday u tahayo waa ninkaad aragteen shisheeyaha ka baqaya cabsida shisheeyuhuna ilaa markaas waa jirta wax hadda uu bilaabaya maan Xasan inuu gaara raac yahay oo shisheeyaha ka daba dukahaya waa wax uu horay u soo ahaaye oo ay xusaysa taariikhda oo aan ogsoonna anagu aan been ka sheegin oo aanan dul saarin oo ay Soomaali marqaati ay ka tahay in sidaas ay dowladnimada ahayd in nin islaameed oo tikree ah in golihii wasiirada shirkoodii uu dhex fadhiisto in baarlamaankii Soomaaliyeed ninkaas uu dhex fadhiisto waa dhibaatada lagu qabay dowladdii Xasan Sheekh ee xilligaas ilaa waqtigaas sidaasoo ahaa ninkii aaminsan inuu Xasan isbedelayana dee dowladdu hore siduu ka ahaato soo ogaada waxaa taas u sii dheereed marka u sii dheereed arrin diinta islaamka wax meel ka dhex kaga ah waxay ahayd markii ciidamadii kenyatiga ahaa ee cadde lagu laayay markii la qaaday meydkoodii la geeyey Nairobi loo qaaday ee uu ka qayb galay asagoo ilmeenaya ee haddana meydka uu u sujuuday meydka asagoo matalaya qaabkii qoryaha gaalada ay sameeyaan inuu asagu wax u sameynayo
وحاسو إذن وحال لمودا تدور إيه علب حلم لك قاري إن قالك وحا أوسمي للصبي إنا لله وإنا إليه راجعون ووحان حرق سؤال إنتا سوء لباتوينة إنتا سوء فالحماء إنتا سوء عيبة إنتا سوء متقانا شرف درسو مريضة إنتا سوء إن متقانا قبسو مدعو سجرين مرح دي نيش الشيء وشركة جي قولها وزيرة ونحفر ليه قبل ما وزيرك المهدي بدأ وزيرك عشان لك وكي وزيرك هو لها قولة من الصومالية ذا موريه الصومالية ذا إنه نحفر يستو قوله وزير هذا أما هو نحفر يستو باربانك أما هو فر يستو الباب كله وقلها يا مدحوينها إسكتنا في وحكر إسكتنا في قبره وحوق قاري قبره وحوق قاري هير barashadii salaaxaysu oo isku dhigiyo wuxuu gaaray heer rag badan oo naqaan maanta on hebel iyo hebel aan dhigi karno ay u ahaayeen jarraar u ahaayeen jarraar waxa la yiraahdaa ninka naaga ka ganacsada gabre heer wuxuu gaaray gabdho loo geeyo lugu saaxiibo gabdho loo geeyo gabdhihii Soomaaliyeed ee xamar joogay inta la soo wado gabre la yiraahdo waa kula saaxiibayna asaga iyo ambassadorkii tanzaniyaanka ahaaye ambassador mihiga soomaalida ama qaasatan nimankan hawiye ee xamar jooga ee isbaarada iyo dhacaya boobka ku haya waxaan la yaabaa runtii waxna ma akhriyaan taariikh ma fiirshaan nimanka ergada ama qaramada midoobay ka socda ama midowga afrika ka socda ninkala soo magacaabay taariikhdiisa iyo dalka uu ka soo jeeda xataa ma fiirsan ma eegan ambassador mihiga wuxuu u dhashay dalka Tanzania u dhashay wuxuu qabay colaad Soomaaliyeed u qabay magaca Soomaalida aad dhibay markaasay dad soo nagamida ay u geeyayeen gabdho u geeyayeen gabdho u geeyayeen asaguna jiritaanka Soomaaliyeed aad dhibaysay waxay ku dhibeysay wuxuu waxaa jirtay 1972 dagaalkii dhexmaray Uganda iyo Tanzania ayaa dowladda Soomaaliyeed iyadoo wakiilka ah midowga Afrika loo xil saaray inay xaliso khilaafkaas saas darteed shanti qodob heshiiskii la magac baxay Muqdisho Accord haddaad hadda aad rabtaan youtube waad ka helaysaan googleka waad ka helaysaan Muqdisho Accord heshiiskii shanta qodob ka koobnaa ee lagu heshiisiyey Tanzania iyo Uganda gogoshana uu u dhigay Maxamed Siyaad Barre ayay Tanzania waxay ka qabtay cuqdad ah in ay Soomaaliya ay ka hiilisay una hiilisay Uganda waana arrin jirta anagu dafiri mayno waayo Uganda iyo Soomaaliya xilli fiican ka dhexeeyay madaxweynaha Uganda Idi Amin nin Soomaali jecel u ahaa iyo nin muslim ah oo jecel Falastiin jecel wadamada Islaamka jecel marka Soomaaliya cilaaqaad fiican oo saaxiibtinimo kala dhexeeyay sidaas ka keentay marka cuqdadii berigaas Tanzania gashay oo ilaa abtu now qofka Soomaaliga Tanzania laga nacab yahay maanta waxay ahayd xanuunkaas berigaas ku dhacay Tanzania oo ah Soomaaliya laga helisay kow nimanka kale muxuu ahaa qaramada midoobay ka socda ama wakiilada midowga Afrika ah ee midnimada Soomaaliyeed iyo wanaagga Soomaaliyeed jecel ama horumarka Soomaaliyeed jecel dadkeena qaarkood waxay u arkaan cudur waxay rabaan kan lugooya ee gumaystay rabaan waxaan ogsoonahay nin la yiraahdo Francisco Madeira asagana oo ergay ahaa ka socda midowga Afrika Madeira wuxuu ka soo jeedaa dalka Mozambik oo ka soo jeeda shacabka Mozambik iyo dowladda Mozambik iyo dadka Mozambikba waxay ogsoon yihiin oo ay ka warqabaan markay xorrimada ay qaadanaysay mataqaanaa Mozambik oo ay Boortaqiiska ay ka qaadanaysay xilligaas iyada ah in mataqaanaa dib
xilligaas ay boortaqiiska ay ka qaadanaysay mosambiik in dowladda soomaaliyeed ay ahayd dowladdii garab istaagtay xorriimadooda jabhadihii mataqaanaa muxuu ahay mosambiik ee la dagaalamayay boortaqiiska la dagaalamayay dhaqaalaha ugu badan iyo hubka ugu badan iyo ciidamo soomaaliyeed lagu tabarucay si boortaqiiska looga saaro mosambiik ay xorrimada qaadato abaalkaas loo galay ayay ilaa iyo up to now ay ogsoon tahay dowladda mosambiik. Saas darteed madeera isagoo taas og ayuu wuxuu ka shaqaynayay midnimadii iyo wadajirkii iyo in aan la faragelin siyaasadda gudaha soomaaliya, inay soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo ka tirsan midowga afrika, inay soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo ka tirsan wadamada qaramada midoobay, taasuu ku dheganaa isagoo ilaalihaya sharafta iyo karaamada soomaaliyeed, raba inuu u abaal gudo abaalkii ay hore ugu gashay Soomaaliya. Marka kuwa kan ee dalkeena jooga maanta ee xamar iyagoo lugayhaya ee bilaqada lugayhaya aan maanta xamar jooga ee USC iska ahaa, waxna ma akhriyaan, waxna ma qoraan. raba inay u abaal gudaan, laakiin kuwa maanta meeshan jooga kuwa wax akhriyana maahan, kuwa siyaasadda caalamka la socda maahan, kuwa xiriirada adduunka la socda maahan, kuwa og dalka soomaaliya og inuu u galay wanaag u galay ee raba inay u abaal guda kuwa ku xisabtamay maahan. Intaasoo dhan marka mar kasoo tago, waxaan ogeyn dowladdii xasan sheekh ee waqtigaas la doortay fashilkii iyo halkii ay ku dhammaatay iyo foolxumadii iyo meeshii ay ku dhammaatay oo aad ogsooneydeen inuu gabre maalintii doorashada ay la galayay inuu fadhiyey goobtii doorashada asagoo rajo ka lahaa in mar kale xansiq uu soo laabto si ay ugu gaaraan danahooda ay rabaan ugu gaaraan. Weligiis iyo alliisna xasan wuxuu ahaa ninkaas aad arteeno shisheeye kalkaalka ah oo aan maanta u soo qaatay dowladdii hore in shisheeyuhu ay dhex fadhiyeen shirarkeena golaha wasiirada ay dhex fadhiyeen. Waxaa kaloo jirtay dhaca iyo boobka iyo toognimada xilligaasna waa u waday. Waxay ogsoontihiin hotel curuba inuu ka kireeyey niman ganacsato ah oo la dudumiyey, waxay ogsoontihiin hotel Juba kadaalika, waxay ogsoontihiin hotel Baar Bulsha ogsoontihiin, waxay ogsoontihiin hotel Talex, waxay ogsoontihiin inuu qaatay xaruntii wakaalada filimada Soomaaliyeed inuu asagu qaatay wasaaradda warfafinta lahaan jirtay inuu qaatay ee ku tiilay hoteelkii Talyaaniga u lahaa ee la dhihi jiray Kuraaja del Suud inuu qaato maanta laga dhigay mool laga dhigay, taasi oo ah dhismihii dowladda Soomaaliyeed. Dhulkaasna ayaa dhul Soomaaliyeed oo ka dhexeeya bulshada Soomaaliyeed ka dhexeeya. Okay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, intaana gaarin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaad ogsoontihiin inta xildhibaanaa ee xilligaas la dilay oo Saade Cali ka mid ahayd iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel kale ugaraan 17 xildhibaan ka badan ayaa lagu dilay, saraakiil Soomaaliyeed ayaa lagu dilay, hoteello fara badan ayay shabaab ku galeen kuwaasoo loo farmuqaayay oo la dhahay hoteelkaas taga ee koox mucaaradkiiaad joogtee. Inta hotel ee la weeraray xilligaas uu Xasan Sheekh Madaxweyne ahaa waxay ahaayeen hoteelada ay ku shiraan kuwa ka soo horjeeda dowladdiisa isagoo farta ugu fiiqi jiray qolyaha shabaabka. Inta la dhameeyey dadkaas horta ahaayeen, iyadoo marka saas dalka u jiro sida la wada ogsoon yahayna madaxda Soomaaliyeed marka la doorto iyagoon aada aaba tegin ee aan Meles Zenawi ag fadhiisan
aan kasoo tuf qaadan ee melison lagu tufceysan dhihin shaqo mooda jir. madaxweyne kastoo la doorto marki la doorto wuxuu tagay ethiopia tagay melisonawe melison waaye waa kan waa ikan haddaan imid aye waxaan qabahay iyo sheeg eebow melisow aorta lo jiray waxaa la gaaray doorashadii farmaajo waa la doortay markii la doortay isla markiiba safarka ugu horreeyey ee uu farmaajo uu ku baxo wuxuu aaday xaramka iyo maka ayuu aaday wuxuu ka leexday jidkii ay hore u samayn jireen ee ahaa in melisonawe loo tago markuu si asaga laga soo tahliil qaato oo laga soo tuf qaato laakiin dariiqaas waa u bedelay farmaajo wuxuu toos u aaday xaramku toos u aaday waad ogsoontihi markii uu soo laabtay ee uu xaramka uu ka soo laabtay farmaajo isla markiiba wuxuu dalka ka cayriyey ninkii la odhan jiray gabre oo markhaati lagu wada yahay si degdeg ah ayaa dalka looga saaray mar alaale markuu soo laabtay waxaad ogsoon tihiin in muddo saddex bilood ah inuu madaxweynuhu u deganaa xaruntii wasaaradda gaashaanninka halkaas uu ka dhintay xarun uu dadku ku qaabilo shaqadana uu ku wado waxaana taas ay sababteeda ahayd waxaa laga shaqeynayay madaxtooyadii waxaa laga furfurayay qalabkii sirdoon oo ay dowladda ethoobiya iyo gabre iyo nimankii tigreeg ahaa ay ku xireen ee lagu dhegeysan jiray codka lagu dhegeysan jiray saddex bilood ayay shaqadaas ka socotay state house-ka la kala furfuraya wixii qalab ay ku xirteen oo xilligii cali shaqa uu joogay ay ugu xirnaa iyagoo og arrintaas iyada ayuu xadashana dhex fadhiyo waayo wax u qarsanaa ma jirinba wuxuu ahaa nin ku talagalay nin ku talagalay inay marka sirta soomaalida ay baxdo oo aan qarsoodi aysan ahayn farmaajo saddex bilood ayuu degenaa wasaaradda gaashaandhigga waxaa laga shaqeynayaa madaxtooyada si looga furfuro wixii qalab sidoon ahaa waxaa laga shaqeynayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha in laga furfuro wixii mataqaana qalab sidoon ahaa ee ku xiraa waxaa laga soo saaray madaxtooyada nimankii safaaradda ethoobiya ee dhex degenaa ayaa laga soo saaray madaxtooyada intaas markii uu sameeyey ayuu u soo jeestay in madaxtooyadiina uu dib u dhiso dalkiina uu dib u dhiso dalalkii faragelinta soomaaliya ku haayana uu dalka uu ka joojiyo waxaad ogsoontihiin inta safiir ee ku xadgudubtay karaamada iyo sharafka ummadda soomaaliyeed inuu dalka ka ceyriyo waa ogsoontihiin kuwii xasan markuu madaxweynaha dalka joogay ee xasan wuxuu tilmaami jiray farmaajo markuu yimid dalka waa ka saariyay isagoo ogaa inay dalka ay ku hayaan faragelin ay ku hayaan waa waxa qabka laysdheelyaha waa iyo dowlad yaqaanka iyo aqoonta dowladeed iyo habka diblomaasi ee qofka soomaaliga ee aqoonta leh uu dalka ku hogaansha ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo xasan markuu dhacayay waxaa lagu lahaa baarlamaanku wuxuu ku lahaa sagaal bilood oo mushaar ah ciidankuna waxay ku lahaayeen hal sano iyo abaaf mushaar ah iyo shaqaalaha dowladda farmaajo markuu yimidna wuxuu baxshay lacagtii wuxuu bixiyey deyntii lagu lahaa xasisha lagu lahaa ayuu ka bixiyey xildhibaanadii iyo ciidankii iyo shaqaalaha dowladdana mushaar ma aysan waayin wuxuu bilaabay inuu dhiso dhismihii ciidanka soomaaliyeed wuxuu heshiis la galay dowlado fara badan oo dalkii inay dhisaan ciidankooda ay dib u soo nooleeyaan ayuu ka shaqeeyey wuxuu soo celshay farmaajo xiriirkii soomaaliya iyo eritreya oo muddo go'naa intii xasan joogana xataa aba yaraatee iskuma dayn inuu soo celsho xiriirka eritreya sababtu ay tahay waxaa diidanaa nimankan tigreeg ayaa u diidanaa inaysan soomaaliya eritreya aysan heshin baqdin uu ka baqaayo iyo cabsi uu ka baqaayo ayuu u soo celin waayay xiriirkii soomaaliya iyo eritreya laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo ku guulaystay inuu eritreya tago xiriirkii soo celiso oo aad ogsoon tihiin sidii qiimaha iyo milgaha laheyd ee loogu soo dhaweeyey taasoo dowladda eritreya ay
أي تاي دد أبان لوجها يا هل جن كودي أي بتقانا محوها أي كل جارين حرمين كل جارين أي حفيسة أي حمل كل هايين يا تاكلين تي دولت دي أبسيات أي تاكلين جرتي دولت إيرتري يا بتقانا من حول الأساس فرقة أو دقنا حافظ ده يقصد قبل كبرادر مركا شعبك إيرتريا أقصدتي نسي أسد وين محمد الله في المجد وعلى أقصدتي شعبك إيرتريا يا دولة دبا أبالك أي نوغر يعني كيف قاتل اسمه عيدك الصوماليات أنت صو إدل أو وراك يقروح يا اسمع عيدا وحي لف الدين كوا ما أنت حمر جوجا بالغض أن أتفحت أقوم كرا عن لهين أن علم كرا لهين أن سياسة لهين أن بحوظ إيهين إن الشيء العكا قاتان أو الشيء العكا قاتان أو الشيء أصفرستان إيه إن دلكي إنتي رضي حرتي إيه باللقيستان كري أقوم تدعيد وعي كسو هرجيد اسمها عيدان كا إيه تدور كا إيه هرمر كا دل كسعودا وحاد أكسور دين فضي حد يعيبت أي ودين وحاد أكسور دين عايدي أفراد ده لوج سنه تركيا ايو اريتريا لوج سنه اسكو سو دوبو وحد اوغودين ايا كدعي وحد اوغودين او اد اوغسونتيين دد مساكين ان ايغو ديرين سي اي دولتو اوغو خيميان او اي كميتا غبدي ايكران تاليل اد كميتا او اي كميتا خليبانات امنو الله ان خريست او وليبا قد بسر او كو قبي حال شق او كو قبي او حاسكي سيد اسو حاسكي سيد قد بسر او كو قبي أيها الدروح وكسقي أكلوا لها دلكي ناتس إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحيابها نصيب الرضا دعوي من ناتس شر قولي إلى الدروح حال غير يابي كناتس قوم حال غير يابي حال غير يابي كناتس قومي بدي حويني قرنك وهذا الجوجة أهملو أسقى قبل قبل حلبانة داعي حاول يقول لها سيارة إن كان لا تقوي حاسة ما سقبت ولا صار محكمة أو لو يديه سيك سفاه يكون متأمل لو يديه ما لو يديه أما الحين يقرن كوا إكران كذلك ويو كان بجريها أي قدر أو حيا من دعاية سنتين وحيا به دعاية شركة أوكرا أو حيا هاي وحيا أيوه كلوا هاي إيوه دولة الإمارات أي هاي وحي كده عاية مقدسة دولتي فرماجو عبيرات وحرات مرهين وحينا سردون كودو قاري سردون كي واقاس وحو قاري سوامالي وحي كمين قطي طوان كي الدل او سردون فعنا اي سوامالي حل قاس اي كمين قطي وحي راد قرحيدي وحي راد وحيابي اللي سومي لقي جنين دولتها عدوكا سوامالي سر اماراتك اوكا مانتا أي دكتور قال وحي أقال 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 إمارات وكوها الصومالية أنا أقول بري جالسين كتير وأنا أقول إنه حكميني وأنا إسكت قبلنا وأنا حكميني وأنا جوجي إنه فرقنيتا ومتقالنا حل جالس إنه الصومالية السياسية سو فرقنيتا إسكت حكميني جستي وحي ضيعتنا هي وحي قرحة بلحتي دي استاذ هوسكي أو حاركة يا كاردة يا وصلة يا دقلتة يا بلدة لحتي حلق حنشة وحال أكثر دي إلا قصي أو القرحية أو مدعونها جبوت أفكي سكالقري مركوس لح استاقي أو ماشان ما ويت هوسكي با ما أغلق على مريكا ماشان ماشان محيته ولكن محيطه يا مالين بجدل وابوري مالين بمال بحلي قبري مالين بمال مالين بمال مالين بمال سنتا سر فرماج ومحتوي الجوغي سنتا سر مال كمان فريسر سو كسو ورغا غودها محتوي بيش وباهم ديعتر بيش اسكت لاف وحكره حيوانات كي دولدي محمد سياد بره بركي جوغتي محتوي وحا كون ورا جري وحا كون ورا مرودي waxaa ku noora sagaaro deero goodir ayu ugaar libaaxi iyo shabeelki waa waxyaabaha dalkeena laga helo ayay madaxtooyadu lagu xanaaneyn jiray
si markay madaxda timaado ay u soo daawadaan ay u soo fiirsadaan barxadda u dhexaysana halkaas lagu sameeyo carsharaf iyadoo ugaartii iyo libaaxyadii iyo sabeelkiina ay ayagoo socoy ku jira ay mataqaanaa muxuu ahaa madaxtooyada ay dhex joogaan. Xataa wuxuu farmaajo soo celiyey libaaxii iyo ugaartii iyo sabeelkii ayaa la dhex keenay madaxtooyada, dhirtii la beeray, la qurxiyey, la hagaajiyey. Xagga noo dhig xasan shiqaa la soo doortay mar kale xasan la soo doortay. Xasan safarkii ugu horreeyey ee uu baxay waxay noqotay siyaaradiisa inuu tagay Imaaraadka. Ziyaaradiisa waxay noqotay inuu aado Imaaraadka, inuu aaday noqoto Xasan Sheekh. Wuxuu ku baqnaa 15 casho dalka Imaaraadka, waa la waayey, warkiisaa la waayey, war ninkii ma dhintay, war ma nool yahay, maya Israa'iil uu aaday, xagguu aaday. 15 maalmood kadib waxaa indhaha ku kala furnay madaxweynihii, leeyahay waa xanuunsan yahay madaxweynihii, daankan ka madow isaan iyo goonkan dhan ka madow madaxweynihii, oo ay ka muuqato in la soo jir dilay ay ka muuqato, in dhaawac loo soo geystay ay ka muuqato. Iyadoo taas ay jirto, madaxweynihii aan la yaabannahay dhibaatadii ku dhacday, yaan haddana indhaha waxaan saarnay dadkii wafdiga u raacay asaga ee uu ka mid ahaa agaasimihii madaxtooyada, oo gacan duuban tahay farna ka jaban tahay, farna jaban tahay gacantu duuban tahay dadkii raacay. Waxaan noo caddaatay in markii uu baxay madaxweynuhu inay Imaaraadku ay jir dileen, wafdigii la socdana ay jir dileen, guri lagu soo xirtay, kolleyba un fara wax uun laga haayo, waxa uusan amarkooda u diideen, waxa uu madaxweynuhu isugu laga yaabay xataa in lasoo diray oo cirbad lagu soo dhuftay. Waayo dhaqanka aan maanta ku hayno madaxweynehna ku hayno maba ahaba qof fiyuu ma aha, qof caafimaad qaba ma aha, qof caafimaad qaba ama qof fiyuu lama dhihi karo, maba la dhihi karaba. Dhaqanka aan ku arkaysaa madaxweynuhu, oo aada u jeedaan in hadalka maanta uu ka hadlay beri uusan ku hadlin, oo aada u jeedaan iyadoo leeyahay madaxweyne meeshaas ha tegin, ha tegin madaxweyne meeshaas ha tegin, dhibaata kaaga soo socotay ha tegin, uu tagaya meesha uu dhibaato iyo jab kala soo kulmayo. Iyadoo saas ay tahay, Ilaahay wuxuu qadaray in dagaalkii uu caayi jiray ee Eritrea ay ka mid tahay inuu hoos fadhiisto, inuu yidhaahdo raalli ahow, saas efurgu raalli ahow, in ciidanka shalay laga been sheegi jiray oo lalahaa waxaa lagu dhameeyey meesha leeyahay iyo dagaalkii Ethiopia lagu dhameeyey, lalahaa inuu arkay uu soo arkay. Waxaa nasiib darro ah in ciidankii 5,000 ahaa ee la soo qaaday maanta ay hadday u badato ay ka nool yihiin 1,000 inta kale cagta la mariyo la laayay. Ciidankii Turkiga tababaray ee gorgor la laayay cagta la mariyo la laayay, asoo u shaqeynaya siyaasad shisheeye u shaqeynaya. Waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro ah madaxweynaheennu meel kasta uu tago waa lagu soo bahdilaa. Madaxweynaheennu Xasan Sheekh iska dhaaf wax kale, baahida iyo duruufta uu qabo waxay gaarsiisay in madaxweynuhu korkiisu uu noqdo kiro, in la ijaaro korkiisu uu yahay ijaar inuu yahay. Maxaa u sababa? Waxaa u sababa taas iyada ah safarkii uu ku tegey Masar uu ku tegey, waxaad ogsoontihiin markuu guriga madaxtooyada saas u galay ee madaxweynuhu masaarada isku beegan yihiin, waa la ogaa sirdoonkaas soo gudbiyey. Waxaa la ninkaa saacadda uu wato waa saacad dalheblaaye u soo dhiibtay, waana saacad jaajuus laga furo. Markuu saas u firsa wuxuu jog bixi saacaddaas, iga bixi yaa arkoo maqlay ilaahay ku dhaarshay. Indheheena waxaan ku arkaynay gabadhiisoo ka soo cararta saacadda intuu iska furo saas u dhiibay. Bal ceebtaas arka in qore ay ku soo rarto saacad sirdoon ah la yidhahdo, saacadda markaad hebel aadaysid qaado ee xiro ee sir nooga keen, intaasoo qarashadan qaado korkiisii nin waxaa la yimid madaxweyne la ijaarahaya, nin ijaar ah oo la ijaartay. Waa waxyaabaha aan runtii
سمعت حمضة إيه دبات كذا إيه فور حمضة نقول له عيسى ماين كاس إيه عايدة إيه عيبت أدوك النومر يساو أساق كوكا إنتاس أنك عن شيقي إنه هل إريو بينا كم جيرانه وحان أن كل أركيني تي في ذا كل أركيني واي مركو ساس أسوق قري استيد هوس كي من حتويدي مساريد مركو ساس أسوق قري يا وحال اللي يري قبل وحي تري قبل وحي وحال اللي سعد بح من الحيران مساريد وكذا سعد بح وكذا سعد يا اللي بح قبل إذا أودي وأركسن قبل ديس أي أودي وأركسن إنا لله وإنا إليه راجعون أسوق عن دوبر عن تجمنت أيوة سيرك يا بقاي أسوق عن دوبر دلكي وسير مرمية رئيس وزارة مرمية رئيس وزارة كحجر مرمية وكيل أو من حدود السلطة مرمية ما هو بأسوق عن دوبنت هاي مضح قوية في الفلية هاي فرحمة ذا كم وقت أديا بالسين أيوة ماشي التاريخ أسوق عن دوبر إلهي هاي كل أشي إلهي هاي كل أشي مركز إسلوك ومية هاي يوم تبل سو استاجو يوم سيدي يقف في عرو كله أيوة حلا يا أنت بل سو استاجو سيدي يقف في عرو مسق ماسق أيوة كشي كان أيوة حوالا إسلام هلا فولي أسقى وضع ما أنا بوليو ماشي سيجارك الوقع عن شورا لوكا سوا ولا بحية وزار بتغنى وزار دي هرجال سماء ولا بحية وشد عانه ولا بحية لوكيو دولد ولا بحية سيب بي هذا الاسكو استا اغار كاس دندمسكا دادا لوس السيحة وحي دالكي ودن بي ايو ساس اقراها يا اساق العاتل القولة اللي هو جايا حيك دلالينها ودجوغا اساق انا سو السيحة نور اساق سو السيحة العاتل الجيب كيس كل عضا انت سو استاقو حولي هاي مصر ماسق واتوغو العاتل قاضاها واتوغو وحاس وانعوي اللقو وانتم والي هاي كوار رمى الصومالي صومالي هاي بل كوار رمى بروح لوك بوبا يا ما أنت مغلوس بوبا يا مجنية ما ضل عن صم مارت محيين مجنية بوبا يا مثلا وح عن أكل إنه إنه أوجن ما بين با وح عن أوجن إنه أنسج إنه ما بينا بين ما أسير الناس والله كو إثيوبيا واحد أرتلك الصفراء وحان ربع إن اللي أن قدره مركو قاهرة أوتري سفر كيس أوري أويري مدحوينها وعن كل سوء شيء أرنت أنا عن كسي إنه وبيجا متقع نيلكا يا أو مساوي كل سوء شيء إلى يكون مثل بديدي عفين كيس وشركة جات كوقفت يا يتوبي كوك علي أي أحد ورك اللي بدله مركز مدحوينه ما بكح ذنب أرمان ما بكح صادق ذنب ما بس هذا قادم لما يهو وحان اللي هي سياسة دوحي أبانتا عقوان أبانتا لما يهو سياسة دوحي أبانتا أغرس أبانتا سياسة دوحي أبانتا حقالي أبانتا لما يهو دلكنا عيبيسين دلكنا عيبيسين مقعي يشرب سما عيبيسين أنكي أو هويانا عيبيسين أو وحان اللي ورهويه وكواسة بالعقا ورهويه وكواسا بالعيقة ورحسوليه ودتك ما تقبلت ورحسوليه وقالك هويه مسارة يا هويه مسارة إيه ما أنت تقول تاه غرقة أصلها وياها وحاجة جرت أيوق مهرد ودب عن أهل الشرف يقب يدور دم يقرح عن هبنا أيوق مهرد ودكية أي تاي محان دعنا يا محان قلنا بس قال وحيد تاني والله بيش قال وما أنت حيد جوان مرحبا حمر هي السنة هير شبه اللي يقل مدقنا أنا هي السنة محان كفاية محان كفاية انت أسام كو... انت أسام كلها بالدولد من نمس صومالية يا ولدير صومالية يا عان صومالية يا دلوين قروح بغل دادا أنا سبينا حد الجوغة حمر وكلها هي هير شبه اللي يقل مدق يا مغلديش هدان جوغنو انت أسام الدولد مدقنا أي بالطهابة محان لقل بونتلان محان لقل جبلان محان لقل متلقى عن كونفرق البيت محان لقل لوك الدار الدقة محان نقل الساق يا متقع البانت انت سام كنا هبل دول كنا هبل بس ساق سي بندر كل جيفان ايوه بندر كل جيفان اي اي بيهين با مش وفعنا تاير بانت هل كود بس وهي انت سام ايوه نور انت سام حيوت هبل فاستوا نور
نول انت سواب وانا تنكم وقت الاركيسان انان هرمر دل هي ودن عان لا تتم والحاصل ايو جروب كيسو ايو كو هذا نجوغ بالغدا لا عرا ياه تارم كورنا انس متر مدس نص متر مدس هدنا وحمدس وحي دسنا يا هد بالبريو هايان وحي دسنا يا هد بالبريو هايان وحي اد وجداري كم واكسين دولكي دولدة سكولاتكي هي هذه وحول با ساس بل إلهها إن كل شيء دلا عدو لا الدولان لقاء أو دلكي دولان قاء ما إن أمد يلا مدايو أو صوم عيل مدايو أو دلكي للدفاع مياه حقه مس إن دلكي لك رديرو أو بارمان كيلي هذا دستور هلا بدلو أو بيلها الصومال قيمة كمية رح إنه قد الميو أو من مذي يوديك يا أو سياسة دخل له دفاع عبر هدي على الصقر هدي أتكسر قيسد إن دتك أتكل قيسد أو الصومال بيل بيل لوكال لوكال تورا حقيقة لا كيري من الصومال واحد جدا أو دلالة أي حمل خلاعه أو أودن بيجي نكيل الصومال جاها أوش قينا هي أدى دورستها وذا ee gurigii loogu tagay lagu soo ceejiyay lagu soo ceejiyay dalka Soomaaliya waxa ku jira oo gacanta ku jira shisheeye sirdoon ah ayaa ku gudaha ugu jira oo hadba talaabada dowlad iyo qofkay rabaan dilaya aawo sirdoonkeeni aawo tarayimaha taraad aawo ninkii galgalahay aawo ninkii sida libaax u booday aawo sida ninkii sida shabeek u gaatamay aawe ninkii kumaan doosta ahaa iyo guri cel usoo tababar aawe aawe ninkii taliya mataqaana geed fuula aan u bixin maaltaad oo dhahay ilbaxaan ayaa sana aawe waa ka dalkii gacanta lagu jiray aawe nabi suudi maxay maxay qabareys aawe aqoontoodi markii hore waa ogeyn markii hore anagu waa ogeyn inay jaahiliin yihiin markii hore anagu waa ogeyn in adduunyaba indhaha u kala qaadan indhaha ku kala fureenba sagaashan iyo kowdi kaliya inay indhaha kala qaadeen oo wax ka horreeya isan aqoon waxa laga doonaa isan aqoon sagaashan iyo kowdii bas indhaha soo kala qaadeen kuwii kala qaadeen dhac iyo boob iyo maxaan cunaa iyo maxaan xabaab bas aqoontoodu ay tahay yaa waxaa li waa taliyihii nabi suudi muxuu qabtay muxuu qabtay aaw aqoonta ma la og yahay dhaqdhaqaaqa ka jira muqdisho ma og yahay dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan sirdoonnada caalamka sida muusaad oo kale k g b oo kale c i a oo kale iyo m m24 ee ingiriiska waxaa ka socda muqdisho ka socda iyo xafiisada ka furan iyo dhadaada ka jira warma ka haya saaxiibkeen maataad taliyaha qatarta ahoo ookiyaalaha iyo funshari keliya hadda wata ee iska dhigaya nin sirdoona qatar iska dhigaya waxaasoo miiran ayaa dalka canta loo garsa waxaan ogsoonaha maanta aniga saakay mahadtaraad waxa uu saaki qabteen oga anoo muqdisho maanta 500 kilometer ka xagga aan ka joogo yaan ogahay saakay mahadtaraad wuxuu gatay laba guri oo ku yaala xaafadda waaberi jidka maka almukarama saaran u dhow hotel weheriya u dhow laba guriyo ku taal oo qolana gurina uu leeyahay cid majeerteena gurina uu leeyahay ay lahaayeen cid isaaq ay lahaayeen ayuu saakay mahadtaraad gatay labadaas guri oo laamiga saaran ayuu gatay wuxuuna rabaa inuu dumiyo oo uu dhiso rabaa waa waxa aan ogaalka aan u ahwaay maanta waa aan ogahwaay waxa aan waay ogaalka waay waa aan saas ula soo talaad meeshu qaada aan ogahay asaguna usoo xora keen xamr wax ka dhacay usoo xora keen waxaan leeyahay soomaaliya isbarbardhigii aan soo barbardhignay labadii teelam ee xasan sheekh iyo halkii teelam ee farmaajo dadkeygow isu miisaan bal ogow waxa kuu soo baxa maxsuul kuu soo baxa bal ogow dilalka qorshaysano maanta muqdisho ka dhacayana ayagaa wada kuwii xilligii farmaajo ay igraan taliya kamid tahana ayagaa dilay aamina ayagaa dilay
injineeriisu ayagaa dilay waxaasoo idil ayaa ka dambeeyey waa kuwaas talada dalka gacanta ku haya meheradoodu keliya ay tahay maxaan cunaa maxaan dhacaa keliya ay dantoodu tahay oo aan mustaqbal soomaaliyeed iyo magac soomaaliyeed iyo sharaf soomaaliyeed iyo qab soomaaliyeed aysan meesha olin waa kuwii markii aan raashinka u qaybin jirnay qaxootiga u qaybin jirnay ayagoo libisan usoo geli jiray raashinka safka usoo geli jiray waay ayagoo libisan wadamay raashinkan dad masaakiinaha soo barakacaan siihayna maya maya annaga la siiya bas waa kuwii sidaas ahaayo wasiiro laga dhigay maanta oo baahidii ay weli hayso dalkiina saas boob iyo dhac wada wallaahi oo billaahi oo tallaahi rag badan oo ina macalin fiqi ka mid yahay yaa raashinka w f b saf usoo galay anagu aasiihin markaa runta idin sheego kuwii noocaas ayaa maanta waxaa laga dhigay dowlad gacanta ku haya oo maxay qabin ayagoo shaqaystay masaakiinta xoolahooda culayeen ina macalin fiqi cisbitaalka xayaad waa dhulkii xamirbira bologyadii xamirbira saddex bolog oo xamirbira yaa intay qaateen goosteen yaa ay waxa dhigtay cisbitaalka dhigteen ee ilaa hadda ku shaqaystaan waa dhulkii xamirbira waay oo dowladdu ay lahayd maanta waa wasiire dhulkaas dowladda iska leh ama kiro ka bixiya oo lacagka ka bixiya ama ka guura dowladdaa leh ma yeela isaga waayo dhulka dowladda hadaad ta qaata aad is oo ku manaaficaasid haddii dowladda ay timaado dowladda labaa la gudboon inay kiro kaa qaado oo dhulka dowladda iskale kaa keliso waad kirada aad bixisid iyo inaad ka guurto dowladda ee la wareegto wax ka dhexeeya ma laha laakiin anaa ku shaqaysaaya ka war wasiirna waa ahay ka war ilaa idinku dheersa marka waxa weeye waa idin sheegay maanta leefka ugu dheeraan soo galahan idiiri waa leefkan waa leef igu dheeray waxaan rabay dadku inaan wax fahamsiiyo oon u sheego oo ay xaqiiqda ogaadaan oo wixii jira ay ogaadaan oo wixii la soo maray ogaadaan waxa maan taagan ay ogaadaan oo ceebta iyo fadeexadan aan dhex taaganna ay ogaadaan dadka u hooya aabba ah waxaan hadalkayga ku soo galgabayaha maanta waxaan ku soo gabagabay hadalkayga ummadda soomaaliyeed khaasatan beelaha soomaaliyeed ee beesha daarood beesha direed beesha digil iyo mirifle nimanka beesha shanaad loo bixiyey waxaan idin leenahay ilma adeerayaalow naga raalli ahaado annagu dad dowlad yaqaana meesha kuma hayno kuwii dowlad yaqaanka ahaayo hawiyana waa annagaas bannaanka ka joogna dadkii cilmiga lahaa aqoonta lahaa wa xagi lahaa waa kaas bannaanka ka joogna niman yahow nimankaas yaan magac hawiye lagu eedeyn waa kooxa burcada waa kuwii shalay dalka dhacaaya waa kuwii dalka billaqaystay waa tuugadii dhac maahan wax kale ay u socdaan lama arko dowladnimo iyo qurux iyo sharaf ay leeyihiin lama arko walaalayaalow soomaali maxamedey raalli ahaada ceebtaas ay noo soo jiideen waa wada qabnaa nacafiya oo naga raalli ahaada daaroodow dirow digli miriflow beeshanaadow naga raalli ahaada dhulkaas inkaana qoorta loo galay annagii magaceena ku qaraabahaya wax allaana waxay sameehayna raalli anagoo ka madnihin allaahuma balagto beriyaan ka nahay taa ha la ogaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin hala sheegareeya barnaamijkan si qof walboo soomaali uga faa'iidaysto ummadda soomaalida uwada dhegaystaan iyaguna ay arkaan ceebta iyo foolxumada ay dhex taagan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu galab wanaagsan kunigiin